نحن أكبر شركة لتصنيع العربات المصفحة في العالم. نصنع عربات حماية بأعلى المعايير. ننتج في مصانعنا الزجاج المصفح الخاص بنا، وحققت هذه الصناعة نجاحاً باهر. نعمل حالياً على تطوير أفكار وأبحاث جديدة في عالم صناعة الزجاج المصفح. ميزات أخرى بساعدت مجموعة ستريت جروب على انتشار منتجاتها. عندنا ما يقارب فوق 100 منتج نحن بننتجه. قد يبدو ما يظهر أمامنا سيارة دفع رباعي عادية للغاية، ولكنها قوية بما يكفي لتقاوم الرصاص. إنها مصممة بتقنية عالية ومن خلال معرفة علمية دقيقة. من يريد معرفة واستكشاف صناعة السيارات المصفحة فلينضم إلينا الآن. هذه السيارة تتعرض للملاحقة، لكن هذه السيارة ومن بداخلها بأمان، لأنها باختصار سيارة مصفحة بالكامل وبإمكانها النجاة. ومن يرغبون بحماية على الطريق فإن السيارة المصفحة هي خط دفاعهم الأول. هنا في مجموعة ستريت يتم تصفيح السيارات المدنية بدقة عالية، وتنتج الشركة نماذج مختلفة ل 128 سيارة مصفحة للاستخدامات المختلفة، بالإضافة إلى السيارات الفاخرة. تقوم شركة ستريت بإنتاج نحو 400 سيارة مصفحة شهرياً في الأوقات العادية، ويمكن رفع الإنتاج ليصل إلى 500 سيارة عند الحاجة. كما توفر منشأة التصنيع الخاصة بمجموعة ستريت متطلبات التصميم، التصنيع، التدريب والاختبار وتخزين السيارات المصفحة ضمن مجمع واحد يعتبر الأكبر على مستوى العالم. تصنع السيارات المصفحة إلى ثلاثة أغراض: سيارات مكافحة الجريمة، سيارات نقل الأشياء الثمينة، وسيارات كبار الشخصيات. عملت العديد من الشركات المتخصصة في تصفيح السيارات بتطوير منتجاتها، خاصة سيارات الدفع الرباعي والتي تتناسب مع كافة الميزانيات والأغراض الأمنية والوقائية. ستريت جروب شركة كندية افتتحناها عام 1992 في تورنتو في كندا، والآن أصبحت واحدة من أكبر شركات العربات المصفحة في العالم. وتزورون اليوم واحدة من أكبر منشآتنا في الإمارات العربية المتحدة. نصنع عربات مصفحة حامية، وهذا يعني أن العربات يجب أن تنقذ أرواح الأشخاص وتحميهم في مهامهم الصعبة حول العالم. يقع مصنع مجموعة ستريت أكبر منشأة في العالم للسيارات المصفحة بإمارة رأس الخيمة، وتقع المنشأة في المجمع التكنولوجي التابع لهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة، وعلى مساحة 5.4 ملايين قدم مربع. وتعد من أكبر الاستثمارات في إمارة رأس الخيمة، إذ بدأت عملياتها منذ عام 2005 وتوسعت عبر الأعوام الماضية لتصل إلى افتتاح أكبر منشأة في العالم للسيارات المصفحة. تم تجهيز المنشأة بأحدث تقنيات التصنيع باستخدام أجهزة التحكم الرقمي بالحاسوب CNC وعمليات القطع عبر أشعة الليزر، مع وجود خطوط الإنتاج الآلية وشبه الآلية. كما أنه يمكن صناعة كافة العناصر المطلوبة للسيارة المصفحة مع مدخلات الصلب والمواد الخام. يتم تصنيع المدرعة عن طريق الحاسوب بنظام ثلاثي الأبعاد، وهنا يعمل فريق مختص على تصميمها ومراجعتها قبل البدء بعملية التصنيع. كما يتم اختبار بعض أجزاء المركبة قبل دخولها مرحلة الإنتاج الفعلية. لدينا مهندسو تصميم يستخدمون برمجيات تصميم متقدمة جدا لكي يضعوا التصميمات والنماذج ثلاثية الأبعاد، والأهم من هذا هو أنهم يستطيعون محاكاة أداء العربة فعلا في الميدان قبل القيام بأي خطوة من تصنيعها. لدينا مهندسو إنتاج يعملون مع مهندسي التصميم، ولدينا مهندسو جودة أيضا.
مهندسو الإنتاج يخططون عملية التصنيع وعدد الخطوات التي سنتخذها من أجل صنع العربة، وتحديد المواد الخام التي سنستخدمها ومواد البناء أيضا. وفي النهاية لا نحصل على تصميم العربة فقط، بل نحصل على تصميم عملية التصنيع كلها. قطع مواد مقاومة للرصاص والقنابل ليست مهمة سهلة، وتحتاج إلى آلة دقيقة تدعى قاطعة البلازما. تعمل قاطعة البلازما على إرسال قوس كهربائي عبر غاز خامل كالأكسجين أو النيتروجين أو الأرجون، يمر عبر خرطوم عالي السرعة. ترفع الكهرباء درجة حرارة الغاز إلى الحالة الرابعة من المادة وهي البلازما. تبلغ حرارة البلازما التي ينفثها الخرطوم أكثر من 20,000 درجة مئوية، تعمل على قطع وإذابة المعدن مباشرة في خط الرفيع حسب النموذج مخطط في الحاسوب. مراحل إنتاج تقطيع الحديد على ما عن طريق ماكينات الليزر للإنتاج، للتوريد للإنتاج السيارات التصفيح. ببلش أول شيء من بوصلنا البرنامج عن طريق الرسم والتخطيط على عن طريق السيرفر الخادم للبروجرامر، ومباشرة بعدها بحولها البروجرامر لطريق الليزر. ببلش الليزر يأخذ جميع البرامج، بنزل على حسب كمية الحديد اللي بنقصها. بنحكي مع الأوبريتور، بنادينا اللي بجيب لي الحديد، بسوي له أنا لودينج أو تحميل عن طريق الماكينة زي ما احنا شايفين، بيدخل على الماكينة وبعدها على العرباية. مجرد انه تحملت الحديد على لوح سباج على الماكينه، الاوبريتر بيشغل البرنامج ويبلش تقطيع الحديد. ممكن انه انتاج السياره الواحده ياخذ من 5 إلى 6 شيتات على حسب طريقه الرسم باليوميه. هاي الماكينه بتنتج مثلا لللاند كروزر حوالي 6 سيارات، للتايفون بتنتج 2 سيت مباشره او سيارتين، على حسب السبارتان بننتج 3 سيارات في اليوم، وهكذا. يتم بأول مراحل التصنيع لف السيارة بورق عازل لحمايتها من الخدش. تفك أجزاء السيارة بالكامل قطعة قطعة. بعد إفراغ السيارة تماما تبدأ المرحلة الثانية من التصنيع، وهي عملية التصفيح الفعلي، وتستغرق هذه العملية ما يقارب 4 ساعات. يوضع درع ثقيل أسفل السيارة لضمان حمايتها وثباتها. وفي المرحلة الثانية يتم نقل التصاميم بعد مطابقتها واختبارها إلى مرحلة قطع الحديد المقاوم للرصاص. تبلغ تكلفة عملية التصفيح ما يقارب 75% من سعر المركب الأصلي. صنعت أول سيارة مصفحة في العالم يدويا نحو عام 1485، حيث صور ليوناردو دافنشي مركبة يمكنها حماية ركابها في المعركة. صمم دافنشي المركبة لتسير على 4 عجلات، كان الجسم دائريا ليستطيع إطلاق النار على مدى يبلغ 360 درجة. ابتكرت السيارة المصفحة الأولى في بداية القرن العشرين، وكانت رولز رويس أول من نجح في صنعها على مستوى واسع، وأرسلت بعض النماذج إلى المعركة في الحرب العالمية الأولى. اليوم يتم استخدام مواد شائعة بالتصفيح كالنيبولون البالستي ونسيج البوليأثيلين، ولهذا يستخدم في تصنيع السيارات المصفحة مزيج من مواد مركبة وفولاذ. من الواضح أننا نملك القدرة في هذه المنشأة على أخذ المواد الخام ووضع طبقات فولاذ عليها لإنتاج عربة مدرعة كاملة. نستخدم آلاف منصات التصنيع، لكن من العناصر المهمة جدا هو تجميع كل القطع واللوجستيات معا للتأكد من أننا نملك القطع الصحيحة في الوقت المناسب. عمليات التصنيع تشمل وضع طبقات بالليزر. لدينا ماكينات تضع 10 طبقات من الليزر لإنتاج قطع مدعمة فولاذية، ومن بعدها ننتقل إلى عملية تشكيل بالحاسوب لثاني القطع، وننقلها إلى منطقة التصنيع واللحام لصنع قلب العربة الفولاذي. يا رفاق، كيف؟ حسناً، تحدثت إلى العميل لتوي. أريد طلاء هذه الصناديق قبل صباح الغد. تبقى لكم 2 ساعة فقط قبل نقلها إلى منطقة الطلاء. وعندما تقومون باللحام عليكم تفقد العلامات والمسافات، قموا بلحامها جيداً. حسناً، توجد مشكلة بسيطة هنا، لا بأس، يجب تغييرها. اتفقنا؟ شكراً.
تتميز مرافق المنشأة بمساحاتها الكبيرة، حيث يمكن تخزين أكثر من 120 مليون قطعة غيار للسيارات في منشأة التخزين، وتضم أيضا قوى عاملة متعددة الجنسيات من أكثر من 20 بلدا يعملون معا على مدى السنوات 15 الأخيرة لصناعة منتجات مدرعة ذات جودة عالية وآمنة للغاية، علما بأن جميع إجراءات العمل في المصنع حاصلة على شهادة الآيزو. المرحلة الثالثة من الإنتاج هي مرحلة تصفيح الأبواب، النوافذ، خزانات الوقود، النوابض، العجلات، وتبدأ العملية بوضع إطار من الفولاذ حول إطار كل نافذة لإحكام إغلاق مقصورة الركاب. بعد ذلك تستبدل النوافذ بزجاج باليستين معتمد مع محركات نوافذ آلية قوية لجعل وزن الزجاج أثقل، وتمر عملية تصفيح الزجاج العازل بعشر مراحل. عملية التصنيع تبدأ بواسطة إضافة طبقات من الزجاج ومادة بوليكربونيت. إضافة هذه المواد تجعل الزجاج العادي ذا طبقات أسمك بكثير، ولكن تبقى خاصية الشفافية واضحة. يتم تصنيع الزجاج المقاوم للرصاص بلصق عدة طبقات من مادة البي في بي، حيث تعمل هذه المادة على امتصاص قوة إطلاق الرصاصة، وعند دخول الرصاصة إلى الطبقة الثانية تكون قد فقدت معظم طاقتها. أهمية الزجاج المصفح ما بيبعد أهميته عن أهمية المركبة، أو هي جزء لا يتجزأ منها. مستحيل تطلع سيارة مدرعة بمواصفات عالية لازم تكون من كل شيء، من حياة العجل، من حياة الحديد، من حيث الزجاج، يعني من كل الجوانب. الزجاج مستحيل يركب على سيارة عادية لأنه كثافته وتقله ما بيسمح أنه ينحط بسيارة عادية. هناك مسألة تحتاج إلى معالجة فورية. تسربت المياه إلى ماكينة تنقية الزجاج. وها هو المهندس المختص قادم لتصليح العطل. الأعطال في هذا المكان تعالج بشكل فوري ومتقن. ها هي الماكينة تعود للعمل من جديد. الحمد لله المشكلة كانت بسيطة جدا، عبارة عن بايب كسر من العنق تبعه وحليناها. الحمد لله دائما موجود عندنا قطع التبديل لهيك حالات، وإجباري أي مصنع بيكون فيه مثل هالمشاكل. مشكلة بسيطة جدا، أهم شيء عندنا دائما سلامة العمال والموظفين والمنتج. ما يوقف نحن بهمنا كمصنع السلامة أولا للموظفين، ثانيا المنتج يكون بالكفاءة الأولى والكواليتي نمبر 1 بشكل عام. أوقع العالم الفرنسي بنديكتوس خطأ زجاجة تحتوي على مادة الكولوديون، وهي مادة تستعمل لتضميد الجروح وللتصوير، أوقعها من فوق الرف إلى الأرض، ولاحظ العالم أن الزجاجة قد تحطمت، ولكن بقيت قطعة واحدة ولم تتفتت، ولاحظ أن مادة الكولوديون تركت بعد أن تبخرت قشرة رقيقة على الزجاج، هي التي أبقته ملتحما ببعضه. ومنذ ذلك الوقت ظهر الزجاج الأمين وغير القابل للكسر والتحطيم. ولقد كان الكيميائي الفرنسي إدوار بنيديكتوس أول من صنع زجاج الأمان، وذلك حين ركب عام 1909 ميلادية رقاقة من السليلويد بين لوحين من الزجاج. وقد استخدم زجاج الأمان في الواجهات الواسعة التجارية وفي مجال واسع في عالم السيارات. يصنع زجاج الأمان بطريقتين: وضع طبقة بلاستيكية رقيقة بين لوحين زجاجيين، أو تقوية ألواح الزجاج عن طريق معالجتها بالصدمة الحرارية. بالعودة إلى المصنع وخطوط الإنتاج، توجد في المصنع 9 خطوط إنتاج مختلفة، وينتج المصنع أنواع متعددة من المدرعات، وللعمل على إنتاج مدرعة يتطلب 3 أسابيع من العمل المتواصل.
إن استراتيجية المجموعة الجديدة تهدف إلى توفير حلول أمنية متكاملة لعملائها، وذلك من خلال الشراكات التعاونية والابتكارات التكنولوجية والخدمات المتقدمة. وستطلق الشركة خلال الفترة المقبلة أكاديمية للتدريب تابعة لها في رأس الخيمة من أجل تقديم دورات متقدمة في مجال السلامة وتدريب العملي. قبل تصدير أي سيارة لابد من جولة لقياس مدى ثباتها وقدرة تحملها. ما سأفعله اليوم هو التأكد من أن العربة تتوافق مع معايير الشركة. إن تبعتموني سأخذكم في جولة لمشاهدة العربة نفسها. ما علينا فعله هو تفقد كل القوالب والأبواب والطلاء، ونتأكد من أن كل شيء يتوافق مع المعايير الإنتاجية من معدات ولوازم العربات التي ننتجها. يتكون الباب من الزجاج الذي نصنعه، وهو زجاج B7، لذا هو سميك جدا، وهو مطلي بطلاء الدواخل حتى لا يبدو مختلفا عن أي زجاج عادي آخر. الآن سأتفقد الباب للتأكد من أن المفصلات والمصدات ولواقط الباب وقوالب الدواخل جميعها تعمل بشكل جيد. بعدما تأكدت من أن باب العربة في حالة مثالية، يمكننا أن نأخذها الآن لاختبار القيادة. الغرض من اختبار القيادة هو التأكد من أن كل شيء في العربة يوافق المعايير. حسناً، بعدما تأكدنا من أن العربة سليمة تماماً، سأصرح بأنها جاهزة للتصدير. أطلقت مجموعة ستريت التي تعد إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات المصفحة عدة أنواع من العربات المصفحة الجديدة. كما استعرضت المجموعة سهولة استخدام وأداء 17 منتجاً متقدماً خلال جلسات العروض الحية.